نظم معهد البحرين للتنمية السياسية محاضرة الحقوق السياسية في النظام الدستوري والقانوني، قدمها سعادة السيد علي عبد الله العرادي عضو مجلس الشورى. وتأتي هذه المحاضرة التوعوية ضمن برنامج الوعي الوطني الذي يأتي في إطار فعاليات مملكة البحرين بمناسبة الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ضمن برنامج الوعي الوطني الذي يقدمه معهد البحرين للتنمية السياسية لكافة فئات المجتمع، قدم المعهد المحاضرة التوعوية التي جاءت بعنوان الحقوق السياسية في النظام الدستوري والقانوني ضمن فعاليات البرنامج، وذلك بمشاركة شبابية واسعة، والذي يشمل ندوات توعوية تواكب المستجدات والفعاليات على الساحة البحرينية. كل الشكر للقائمين على معهد التنمية السياسية على مبادراتهم، ومن ضمنها مبادرة الوعي الوطني والتي تأتي لتقديم يعني فعاليات إلى كل فئات المجتمع. اليوم الفعالية كانت تتحدث عن الحقوق السياسية في النظام الدستوري والقانوني لمملكة البحرين. كما نعلم بأن الحقوق السياسية تعتبر العمود الفقري لأي نظام سياسي ديمقراطي، والحمد لله مملكة البحرين من الدول التي يشار إليها بالبنان. كما نعلم بأن المشروع الإصلاحي دشن تجربة فريدة مستمرة ومتواصلة، والبحرين من خلالها عبرت يعني إلى مصاف الديمقراطيات الحديثة. اليوم تحدثت عن هذه الحقوق، تأصيلها وكيفية الرقابة عليها، وأتمنى أن تكون المحاضرة يعني مفيدة، وإن شاء الله نتطلع دائما للمشاركة في فعاليات قادمة مع معهد التنمية السياسية. وتطرقت المحاضرة التوعوية إلى عدد من المحاور الرئيسية، ومن بينها رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم في دعم الحقوق والحريات العامة، وأبرزها الحقوق السياسية والإطار الدستوري والقانوني للحقوق السياسية في المملكة، وأهم ملامح قانون مباشرة الحقوق السياسية والآليات والمؤسسات الوطنية الداعمة للحقوق السياسية. طبعا فعالية اليوم الخاصة بالحقوق السياسية اللي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية تندرج ضمن برنامج الوعي الوطني اللي يتضمن العديد من الفعاليات التوعوية بالحقوق المدنية والحقوق السياسية، وتركز على إشراك كافة شرائح المجتمع في هذه الفعاليات اللي هدفها الأساسي تنمية الوعي والإحساس الوطني من قبل جميع المواطنين بحقية مشاركتهم في مسيرة التنمية الوطنية. برنامج الوعي الوطني والذي يقدمه معهد البحرين للتنمية السياسية على مدار العام يهدف إلى نشر الوعي بين جميع فئات المجتمع حول المستجدات والفعاليات السياسية في المملكة، ورفع الوعي بالحقوق الدستورية والسياسية، ودعم المشاركة السياسية الإيجابية والفاعلة في المسيرة الديمقراطية، كما يهدف إلى ترسيخ ثقافة الحوار وقبول الآخر والتأكيد على القيم والثوابت الوطنية. يواصل معهد البحرين للتنمية السياسية في نشر الوعي السياسي بين جميع فئات المجتمع، وذلك ضمن سلسلة متنوعة من المحاضرات التوعوية التي يقدمها المعهد ضمن برنامج الوعي الوطني لتعزيز الترابط المجتمعي ودعم النسيج الوطني في مملكة البحرين. خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.